الالارم تشيك فالف، الالارم تشيك فالف هو جزء رئيسي من الشبكة بعد الزون كنترول فالف. الالارم تشيك فالف مكوناته بكل بساطة عبارة عن تشيك فالف، ده التشيك فالف، وبيكون قبليه جيت فالف ايزوليشن فالف اللي هو او سندوي جيت فالف، بيكون راكب على او سندوي جيت فالف اللي هو التامبر سويتش بهذا الشكل، والتامبر سويتش بيكون متوصل على لوحة الانذار عن طريق انترفيس مديول واصل على نظام الانذار. طيب الالارم تشيك فالف بيكون راكب، ده الالارم ده التشيك فالف وراكب عليه التريم بتاعه. التريم بتاعه عبارة عن البريشر سويتش بتاعه، وعندي التستنج لاين اللي هو ده، وده بيكون نورمالي او كلوز، وعندي اتنين بريشر جيج، واحد بيكون قبل وواحد بيكون بعد، والمفروض القراية بتاعتهم الاتنين واحد. طبعا الفالف اللي قبل البريشر جيج ده نورمالي اوبن، الاتنين دول نورمالي اوبن، ده نورمالي اوبن اللي هو التست لاين اللي هو 2 انش نورمالي اوبن، وده فايدته ان انا بقدر اختبر بيه الشبكه بدون ما ادخل ميه. يعني انا بمعنى صح بقدر ان انا اقفل اشغل افتح المحبس ده، تبدا الميه تنزل لي على الدرين، على الدرين لاين، وبالتالي اشيك على البرشر سويتش هيشتغل ولا لا، زائد ان انا بيجيلي الالارم جونك بتاعي اللي هو الجرس الميكانيكي اللي هو ده. طبعا ده في حالة برضو الالارم جونج ده بينزل على الدرين بتاعي اللي هو الجرس الميكانيكي، الالارم بيل اللي هو بتاعي. طيب انا عندي ده التشيك فالف وده التريم بتاعه، وطبعا التريم بيتم بهذا الشكل، بكون انا موصل من الفتحة هنا ومطلعها على البريشر جيج وطالع على البريشر جيج التاني، بوصل بنفس الكيفية، زائد ان انا موصل الدريم بتاعي بهذا الشكل. عندي تشيك فالف على الموتور جونج على البيل، والالارم تشيك فالف ده بيركب بره المبنى او جوه المبنى، ولكن ممكن اركبه كله جوه المبنى ما عدا الالارم بيل اللي بيركب بره المبنى. طبعا عندي بركب برضو اللي هو الفلو سويتش اللي هو بيديني الاشاره بتاعه ان الميه حصل فيه سريان في الشبكه وان في الارم. طبعا الفلو سويتش ده بتبرمج على انه فاير سيجنال، وبركب برضو على انترفيس مديول على لوحه الانذار الرئيسيه. التامبر سويتش بتبرمج على انه ترابل، البريشر سويتش برضو نفس الكلام بتبرمج على انه فاير سيجنال، نفس الكلام كده برضو انه في سريان في الميه. وده شكل الالارم تشيك فالف بهذا الشكل. طبعا لازم بحط عليه التاج بتاعه رقمه على الزونه، نفس الكلام بحط التاج بتاع الالارم تشيك فالف، نفس الكلام بحط التاج بتاع الفلو سويتش برقم العنوان بتاعه على شبكة الانذار بهذا الشكل.